سنبدأ حلقتنا من تحذيرات بانهيار ما يعرف بسدة أبو الفلين في ناحية النشوة شمال محافظة البصرة، علما أن انهيار السدة سيؤدي إلى غرق عدد من القرى إضافة إلى 25 ألف دونم من محصول الحنطة. في المقطع الذي سنشاهده الآن يظهر فلاح يتحدث عن الجهد المحلي لمواجهة خطر انهيار السدة وسط غياب الجهد الحكومي. أنا أشدكم من هذا المكان، أما واحد يدب اليوم على الثاني فهذا ما نقبل به، نهائياً ما نقبل به، يتركوا الفلاحين والفلاحين يفهمون، وعما تقولون تظاهر الجهود لإنقاذ الفلاحين، رجال إحنا بأزمة، لا أحد يذب اللوم على الثاني، إحنا نطالبكم من هذا المكان واليوم جمعة والله شاهد علي، هذا تفضل الماي، هذا الأخوة اللي مأجريهم البارحة يعني اشتغلوا للصبح مع الفلاحين، ما حد وياهم. نعم الأخوة في الموارد المائية بغداد قاعد يتصلون، الدفاع المدني قاعد يتصلون، السيد القيم مقام بدون جدوى، أنتم الأمر بديكم يا مجلس محافظة البصرة، أخوان عندكم وزارة النقل، وزارة البلديات موجودة، لجنة الكوارث الطبيعية وينها؟ لجنة اللي أسعد العيداني اللي أنت محافظ، لجنة الطوارئ، اليوم انهيارات بالسدة، انهيارات موجودة. أنا أجدك من هذا المكان وشاهد الله علي، أنا أقول لك هاي الطبقة الفقيرة ترى ما إلها غير الله سبحانه وتعالى، الكراسي لا تدوم بس الموقف يدوم.